السلام عليكم. في حلقة اليوم راح نحلل قرعة كأس العالم 2022 ونتناول المجموعات الثمانية ونشوف شو وضع منتخباتنا العربية الأربعة في المونديال بعد ما عرفنا خصومهم وشو مصير عمالقة العالم من منتخبات الصف الأول. أصلاً لو شفتوا كيف كنت في القاعة وقت القرعة، مشدود الأعصاب، ورقتي على ركبتي وقلمي في يدي، وعلى طول مع كل منتخب يتم سحبه نسلخ معلومة حلوة للحضور اللي كانوا حوالي جالسين، حتى إنه في ناس على بعد ثلاث صفوف عنا تحمسوا معي وصاروا ينتظروا ردة فعلي على سحب أي اسم منتخب وطني. قبل ما أبدأ كمان، بالمناسبة هي هي كرة الرحلة هيك اسمها، وهي الكرة الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولعلمكم هي ستكون أسرع كرة عابرة للرياح في تاريخ بطولات كأس العالم. الكرة تقدمها شركة أديداس وهي رقم 14 التي تقدمها الشركة العملاقة الألمانية لبطولة كأس العالم بداية من مونديال 1970 في المكسيك. استلم يا عز. سحبت قرعة كأس العالم قطر 2022، قرعة حبست أنفاسنا لمدة 45 دقيقة. نظام القرعة سهل جدا، 8 مجموعات وفي كل مجموعة 4 منتخبات، المجموع 32 منتخب مشارك في كأس العالم 2022. وعلى فكرة هاي حتكون آخر بطولة كأس عالم بمشاركة 32 منتخب، لأنه في بطولة كأس العالم القادمة 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا سنشهد تواجد 48 منتخب وطني لأول مرة. طيب، المنتخبات الـ 32 تم تقسيمهم على 4 تصنيفات، وتم ذلك بالرجوع لآخر تصنيف دولي للفيفا للمنتخبات الوطنية اللي صدر ليلة القرعة. من كل تصنيف من الأربعة سيتم اختيار منتخب واحد في كل مجموعة، وهيك بتصير كل مجموعة فيها منتخب من تصنيف A ومنتخب من تصنيف B ومنتخب من تصنيف C ومنتخب من تصنيف D، بشرط إنه ما يوقع منتخبين من نفس القارة في نفس المجموعة. ممنوع مثلا دولتين من قارة آسيا في نفس المجموعة أو اثنين من أفريقيا وهكذا، إلا القارة الأوروبية بحكم إنها مشاركة ب 13 منتخب، فهذا بيحتم علينا انه نشوف 5 مجموعات فيها منتخبين اوروبيين. فهمتوا؟ فالاستثناء فقط لقارة اوروبا. طيب، في 29 منتخب تأهل لكأس العالم وصرنا عارفينهم تماما، بل وعرفنا مجموعاتهم وخصومهم، بس باقي 3 مقاعد لحد الان مش معروف من اصحابها. طبعا مش معروف قانونيا وعلى الورق الرسمي مش معروف، بس انا كمحمد عدنان عارف من هم وراح احكي لكم في هاي الحلقة. هاي المقاعد الثلاث تم اعتمادهم في التصنيف الرابع، وهم مقعد حائر في التصفيات النهائية في شهر 6 القادم بين الامارات واستراليا، والفائز منهم سيواجه منتخب البيرو خامس قارة أمريكا الجنوبية. أنا آسف ما رح أنتظر ولا انتظرت في القرعة، كتبت البيرو على طول. صرت بتعرفوني منيح، بحب كل منتخبات العربية وبشجعهم، بس في التحليل ما بجامل أبدا وأعشق التهور والسبق. نعم، البطاقة للبيرو وأنا عارف شو هو منتخب البيرو. طيب، في بطاقة كذلك حائرة ستحسم في شهر 6 القادم بين قارتي أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، رابع القارة الأمريكية الشمالية منتخب كوستاريكا وبطل أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا. طبعا محسوم المقعد لصالح كوستاريكا. نكمل، بمعنى آخر صار عندنا الآن 31 منتخب معروف من هو. آها، باقي المقعد الأخير رقم 32، هذا المقعد أوروبي بحت، والسبب أنه ما عرفناه لحد الآن الحرب الروسية الأوكرانية. هذا المقعد بين اسكتلندا وأوكرانيا، واللي بيفوز منهم راح يواجه ويلز على البطاقة المباشرة للمونديال. شخصيا أتوقع أنه لقاء اسكتلندا وأوكرانيا لا يقام، وتتأهل اسكتلندا لتواجه ويلز. هاي مواجهة قوية بصراحة، بس برجح كفة اسكتلندا على أصدقاء جاريث بيل. بس لا يا جماعة، ما بقطع فيها، هذا مقعد شائك فعلا، مش مثل المقعدين المحسومين للبيرو وكوستاريكا. فهمتوا كل شيء حتى الآن؟ باقي أقولكم إنه من كل مجموعة بتأهل أول منتخبين لدور الستاعش، وآخر منتخبين الثالث والرابع بيرجعوا لبلادهم بعد دور المجموعات. أظن معلومة معروفة للجميع، بس هذه الحلقة تعتبر مرجعية، وأي حدا مش فاهم نظام مونديال بعثوا له هاي الحلقة. ندخل الآن على نتائج القرعة بعد ما انسحبت. في المجموعة الأولى قطر البلد المنظم وقع في مجموعة صعبة للغاية. كان الله في عون المنتخب القطري، أصعب السيناريوهات الممكنة حصلت. يعني مثلاً تواجد هولندا وألمانيا في التصنيف الثاني كان يعد انه ممكن نشوف مجموعتين موت في البطولة، يعني اثنين من عمالقة العالم في التصنيف الاول يوقع معهم هولندا او المانيا من التصنيف الثاني. يعني مثلا فرنسا توقع معها هولندا والبرازيل توقع معها المانيا، بس هذا ما حصل مع هولندا ولكنه حصل مع المانيا. هولندا وقعت مع قطر في المجموعة الاولى، ووقع معهم كمان منتخبين قويين للغاية، بطل قارة افريقيا وبعبع المنتخب المصري، اتكلم عن منتخب السنغال، بالاضافة لمفاجأة قارة امريكا الجنوبية، المنتخب المتطور جدا مؤخرا، منتخب الإكوادور. الإكوادور اللي تفوقت على كولومبيا وتشيلي في سباق التأهل لبطولة كأس العالم. صعبة صعبة على قطر، لا مكان للمجاملات هنا، تمنيتها أسهل من هيك. قطر ستتسلح بسلاحي الأرض والجمهور، بس المصيبة إنه هاي المنتخبات كمان ذات جماهيرية جرارة ومرعبة، ولكم في الجمهور السنغالي خير مثال. هولندا قوية مع فان جال وتمتلك جيل ممتاز، يكفي أن تعرف إنه خط الدفاع عندهم في فان دايك وديليخت وبليند وديفري وآكي ودومفريس، عدا عن رعب أسماء الهجوم وخط الوسط اللي بينشطوا في أكبر الأندية
الأوروبية. هاي الجزئية الأخيرة كمان تنطبق على منتخب السنغال اللي جل لاعبيه بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية. أضف إلى ذلك القوة الجسدية اللي بتميزهم وعظم اللياقة البدنية. منتخب الإكوادور قادم من تعادل إيجابي مع الأرجنتين وقبله تعادل مع البرازيل في آخر لقاء جمع الفريقين. أخشى على قطر سيناريو جنوب إفريقيا. سيناريو جنوب إفريقيا؟ ما فهمنا يا محمد شو دخل جنوب إفريقيا يا جماعة. هاي حتكون النسخة رقم 22 لكأس العالم. في 21 نسخة سابقة للمونديال الفريق المنظم للبطولة كان يتأهل من دور المجموعات لا يخرج إلا مرة واحدة فقط في كأس العالم 2010. جنوب إفريقيا البلد المنظم للمونديال ودع من دور المجموعات. بعد قرعة يوم الجمعة بتأخشى على قطر سيناريو جنوب إفريقيا. علماً ركزوا، منتخب قطر قوي جداً ويقدم كرة قدم متطورة وحديثة للغاية. يكفي أن تعرف أن منتخب قطر هو بطل كأس آسيا 2019 وبأرقام قياسية. بل إني على يقين أن منتخب قطر سيقدم كرة جميلة وهجومية في المونديال أكثر من السنغال والإكوادور، ولكن في عوامل أخرى تحسن بطاقة التأهل. خلونا نشوف لوقتها. في المجموعة الثانية قصص وتاريخ. في مونديال 1998 ضجت الدنيا بلقاء المنتخبين الأمريكي والإيراني. وقتها كانت العلاقة متوترة جدا بين البلدين، ودخلوا الفريقين للملعب واللاعبين مسكين إيدين بعض وأخذوا صور تذكارية في رسالة واضحة: نحن في الرياضة وكأس العالم نصلح ما تفسد السياسة. الآن في 2022 في تقارب سياسي بين إيران وأمريكا لا يمكن إنكاره، ولكن المواجهة ستأخذنا لأبعاد تاريخية كثيرة. طبعا رأس المجموعة معهم هو منتخب إنجلترا، بالإضافة للمنتخب الأوروبي اللي حيتأهل في شهر 6 بين اسكتلندا وأوكرانيا وويلز. المجموعة متوسطة القوة، سهلة نسبيا على إنجلترا بس صعبة للغاية على باقي الفرق الثلاث. أرى كفة إيران هي الأقل في المجموعة. ننتقل للمجموعة الثالثة، مجموعة السعودية والأرجنتين، هيك بنقدر نسميها. مجموعة صعبة على الآخر على منتخبنا العربي السعودي. الأرجنتين ميسي وسكالوني اللي ما خسرت من 30 مباراة. الأرجنتين في أفضل فتراتها، بالإضافة لمنتخبين قويين للغاية، بولندا ليفاندوفسكي وأصدقائه اللي أقصت السويد إبراهيموفيتش من ملحق كأس العالم، والمكسيك الاسم الدائم في دور ال16. ركزوا أنا شو قلت، ما قلت الاسم الدائم في المونديال، لا قلت الاسم الدائم في دور ال16. تخيل إنه المكسيك تأهلت لدور ال16 في آخر 7 نسخ للمونديال. المصيبة وين؟ إنها تودع من دور 16 وما توصل لدور الثمانية في 7 مرات. المكسيك تريد الثأر من الأرجنتين اللي طلعتها من دور 16 مرتين، في مونديال 2006 في ألمانيا وفي 2010 في جنوب إفريقيا. الله يكون بعون المنتخب السعودي، ولكن مواجهة ميسي في آخر كأس عالم إله سيكون حدث تاريخي مما لا شك فيه. وأثق جدا بالمدرب الفرنسي هيرفي رينار للمنتخب السعودي، وأعلم إنه لن يكون لقمة سائغة حتى لو ودع من الدور الأول. ننتقل للمجموعة الرابعة وهي أكثر مجموعة بتعنيني أنا على المستوى الشخصي. المنتخب الفرنسي بطل العالم في مواجهة الدنمارك والبيرو ومنتخبنا العربي التونسي. أول شيء كنت أتمنى تونس تكون في مجموعة أرحم من هاي. الوضع صعب بشكل يكاد يكون مستحيل، حتى إن المنتخب التونسي تأهل للمونديال بدعاء الوالدين والناس الطيبة في هذا البلد الطيب، بشق الأنفس وبهدف مالي عكسي في مرماهم ثم طرد لنفس اللاعب، وعجزنا عن الفوز في الإياب في تونس. وضعنا صعب جدا. بس الغريب في هاي المجموعة إنه هاي هي نفس مجموعة فرنسا في كأس العالم 2018. فرنسا والدنمارك والبيرو للمرة الثانية على التوالي مع بعض، بس استبدلنا أستراليا بتونس. غريبة صح؟ طيب أعطيكم معلومة مرعبة ما حد انتبه لها. أنا صدتها وأنا جالس على الكرسي في قاعة الحفل بسجل. هل تعلم إنه فرنسا لما توجت بكأس العالم 2018 كانت الدنمارك معها في نفس المجموعة؟ طيب هل تعلم إنه المنتخب الفرنسي لما توج بكأس العالم 1998 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة؟ طيب هل تعلم إنه المنتخب الفرنسي لما توج بكأس أوروبا يورو 2000 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة؟ أنا شخصيا بتفائل جدا بالدنمارك. تخيلتوا إنه آخر 3 ألقاب عالمية للمنتخب الفرنسي حققها بتواجد الدنمارك معه في نفس المجموعة؟ بس على فكرة حتى لما خرجت فرنسا من دور المجموعات لكأس العالم المشؤوم 2002 كانت الدنمارك معهم في نفس المجموعة. طيب أعطيكم كمان مفارقة غريبة. تتذكروا في مونديال روسيا 2018 فرنسا كانت في مجموعة رقم كم؟ المجموعة الثالثة صح؟ طيب مين كان في المجموعة الرابعة؟ منتخب الأرجنتين، تذكروا. وعلى ذلك تواجه المنتخبين في دور 16، ففرنسا تصدرت مجموعتها والأرجنتين حلت ثانية خلف كرواتيا صح؟ اللي صار في هاي القرعة إشي غريب جدا، قلبوا الأماكن واستبدلوها فقط. الأرجنتين صارت في المجموعة الثالثة وفرنسا في المجموعة الرابعة، في حال واحد منهم تصدر مجموعته وواحد طلع مركز ثاني ستتكرر المواجهة في دور 16 لمونديال قطر 2022. يعني تخيلوا ما كانوا مثلا في المجموعتين السابعة والثامنة أو الخامسة والسادسة، لا هي نفسها
الثالثة والرابعة. طبعا حظوظ فرنسا والدنمارك فوق الجميع في هذه المجموعة. الدنمارك في عز مستواها من بعد اليورو والتصفيات المرعبة اللي قدمتها وتأهلت بها للمونديال، والبيرو كمان قوي جدا كما أسلفت وذكرت. في المجموعة الخامسة عندنا دمار شامل، إسبانيا وألمانيا. شفت وين وقعت ألمانيا؟ هون مع إسبانيا. وغضب الرب حل على كوستاريكا واليابان، وقعوا في مجموعة صعبة عليهم. اليابان خاصة متطورة وبتلعب كرة كتير حلوة، بس يا ويلهم يا سواد ليلهم. إنريكي إسبانيا وفليك ألمانيا، لا يمكن أبدا لإسبانيا وألمانيا الخروج من دور المجموعات، خاصة إنه المنتخبين قدم مونديال سابق مخيب جدا للأمال في روسيا 2018. ألمانيا ودعت من دور المجموعات لأول مرة من 60 عام، وإسبانيا خرجت من دور 16 على يد روسيا البلد المنظم، وانتهى جيل رائع كان للإسبان. من وقتها تغير الكثير في هدول المنتخبين ما بين صعود وهبوط. لقاء الفريقين في دوري أمم أوروبا وفوز إسبانيا بالستة سيعود للأذهان، بس ألمانيا الآن لأول مرة من 16 عام بدون خواكيم لوف، شكل جديد ومنتخب جديد وأرقام قوية وملفتة. في نفس المجموعة كوستاريكا مع ألمانيا، وتكرار لمشهد مباراة الافتتاح لكأس العالم 2006 إذا بتتذكروا. كأني بتكلم وكأنه كوستاريكا خلاص طلعت نيوزيلندا، لو يسمعون للنيوزيلنديين حيحقدوا علي حقد الكلاب السود في ليلة الحمراء، بس أنتوا اللي لازم تدافعوا عني وتحكوا لهم محمد في التوقعات والتحليل لا يجامل أبدا، مع أنه عاد جدا يمكن أصيب ويمكن أخطئ، يبقى علم غيب لا دراية لنا به. طيب المجموعة السادسة فيها منتخبنا العربي الرابع والأخير، المنتخب المغربي. بصراحة بشوف فرصة المغرب أكبر من باقي منتخباتنا العربية. لو استطاعت المغرب الخروج بنقطة واحدة من مواجهتي كرواتيا وبلجيكا ممكن نتأهل، بشرط الفوز على كندا القوية والمتطورة مؤخرا. نعم كندا بجيل قوي ما شفناه من قبل. كندا تعود للمونديال بعد غياب 36 عام، في جيل قوي في تأهل لكأس العالم، ما في جيل قوي ما في مونديال، هي هيك كرة القدم. وجود بلجيكا في هاي المجموعة السادسة يعد بمواجهة مرعبة جدا في دور ال 16 إما مع إسبانيا أو ألمانيا، ولع المونديال. كرواتيا مش بقوة كرواتيا وصيف العالم 2018، ولكنها تبقى قوة أوروبية على الورق لها الأفضلية. في المجموعة السابعة حصل ذات الأمر الغريب اللي حصل في المجموعة الرابعة، مجموعة فرنسا. البرازيل وسويسرا وصربيا مع بعض تماما نفس ما كان الوضع في كأس العالم 2018، بس استبدلنا كوستاريكا بالكاميرون هاي المرة. تخيل أنه العدل والإنصاف يقول أنه كان لازم الجزائر تكون في هاي المجموعة بدل الكاميرون. الله لا يسامح اللي كان سبب في ذلك، أكتفي بهذا القول. البرازيل أمورها تمام في هاي المجموعة، وعلى فكرة تصورت مع المدرب البرازيلي تيتي بعد القرعة. بس لحظة هون لحظة، سويسرا قوية جدا جدا لا خلاف على ذلك، قدمت يورو عظيم في الصيف الماضي وتصدرت مجموعتها وتأهلت لكأس العالم على حساب إيطاليا، منطقيا هي متأهلة مع البرازيل كما حصل في 2018. بس صربيا تمتلك جيل قوي للغاية هاي الفترة. تخيل انه بس هجومهم فيه فلاهوفيتش ويوفيتش وميتروفيتش، عدا عن جبروت لاعب الوسط نجم لاتزو سافيتش، وقلب دفاع فيورنتينا ميلينكوفيتش، فريق ثقيل واقوى من اللي شارك في مونديال 2018. الكاميرون لا ارى لها فرصة في هاي المجموعة، علما انها كانت مع البرازيل في نفس المجموعة في مونديال 2014 وحملت 5 في تلك المباراة. ننتقل للمجموعة الثامنة والاخيرة، هاي انا بسميها مجموعة الثأر. من ينسى لقاء غانا والاوروغواي في ربع نهائي كأس العالم 2010، لما سواريز منع هدف محقق بايده في الوقت الاضافي وانطرد من المباراة، وصل لركلات الترجيح ففازت الاوروغواي وخرجت غانا اللي كانت قابت قوسين او ادنى من التأهل يومها. البرتغال وكريستيانو رونالدو وهو يودع على يد الاوروغواي كمان في المونديال السابق 2018. كوريا اللي هي الثالثة كمان إلها ثأر مع الاوروغواي في مونديال 2010. الاوروغواي اقصت كوريا الجنوبية وقتها من دور ال 16، ومن بعدها على طول واجهت غانا وحصل اللي حصل بينهم. بمعنى اخر الكل بده حقه من الاوروغواي في هاي المجموعة، حتى البرتغال إلها حق عند كوريا الجنوبية. نعم في مونديال 2002 لا انسى كوريا الجنوبية فازت على البرتغال وتسببت بخروجها من دور المجموعات، ما يجعلها مجموعة ثأريات لا توصف. هاي هي المجموعات الثمانية لكأس العالم قطر 2022، حيكون عندنا تغطية لا مثيل لها لكأس العالم 2022 إن شاء الله. احكوا لي في خانة التعليقات شو توقعاتكم للمجموعات الثمانية، احكم بعقلك لا بقلبك، وشو بتتوقعوا مصير منتخباتنا العربية. دعوة، سلام عليكم.